الساعات هما اللي كانوا كيعرفوا باش هاد البصر ديال هاد الميفران الميف امام جامعه سيدي بلوط ل 23 سنه امام دارز محاكم اداريه ابتدائيه والسنافيه اللي هذا المحل في 63 كان واخذو عمنا من بعد 63 ما خداه جات 79 جامعه سيدي بلوط كدير العلاقه الكرائيه بين النصارى مشات حالاتها وعمي خداه من نصارى عنده عقد مسجل بالنوطيل 63 كان مسجل خدا ستوبر ورجعوا ستوب بازار رجعوا انا داك ستوب بازار خدا ب 6 مليون ونص بعقد وخدا شركه الاسهم ديال الشركه ديال السد الناس وهذوك الاسهم ديال السد الناس ولا سميتو هو فيزيك ودار لي ستوب بازار داك الساعه هو عاش على برا من بعد حتى ال 2000 من بعد حتى ال 2000 76 بعد 76 جات الجماعه 79 76 جات الجماعه سيدي بلوط داك الساعه الممتلكات النصارى كيمشيو كيجيو يقلبوا على الممتلكات كيديوها من بعد جاو تحوزوا بهاد جاو لهنا قالوا الخدامه حنا غنديروا لكم العلاقه الكرائيه داروا معاهم العلاقه الكرائيه من بعد ما داروا العلاقه الكرائيه ولاو كنخلصوا جماعه سيدي بلوط من بعد جماعه سيدي بلوط حتى ل 2000 مات العم الله يرحمه وسع عليه الخليفه محمد بن البشير مول ستوب بازار ونظن فاش توفى واحد شهرين ديال العازو سدينا من بعد ما سدينا شهرين ديال العازو مزينا نحلوا المحل كانت الممتلكات بزاف حنا كنشوفوا الممتلكات اللي خلا من بعد ما شهرين جينا نحلوا قال لك سيدي ما بقاش عندكم القرار جماعه سيدي بليوت سحبت لكم القرار الرئيس السابق ذاك الساعه كان هما يبغاو يديوه بغاو يديوه هما كيحسبوا بين الملك الجماعي والناس لاباس عليهم كيحيدوا لهم الاملاك ما كاين مشكل في 2000 2000 حنا مشينا للمحكمة حيدوني سحبوا لنا القرار بعد ما سحبوا لنا القرار مشينا للمحكمة باش نلغيو هذاك القرار ب 2000 حتى 2003 في شهر 10 صدرت المحكمة حكم المحكمة الإدارية دز جماعة سيدي بليوط ارجع الحالة كما هي على إلغاء القرار هذاك ورجع الحالة كما هي عليه بناء على العلاقة الكرائية بقات مستمرة مع دواوي الحقوق تم بعد المرحوم صدر حكم الوقت اللي صدر حكم 2003 في شهر 10 2004 جات الانتخابات 2004 جات الانتخابات جات مقاطعه سيدي بليوط الوقت اللي جات مقاطعه سيدي بليوط خصنا نفذوا الحكم ولات مقاطعه خصنا نفذوا على مجلس المدينه الوقت اللي كنتسناو نفذوا على مجلس المدينه كنتفاجئوا مقاطعه سيدي بليوط 2004 جابت شي تنازلات ديال مثل المرحوم على برا هي خرجت التراب الوطني شي واحدين تكلفوا وخلاو الحكم باسم جلاله الملك خلاو ذوي الحقوق كاملين اللي اختو فاطمه الخليفي كاينه في الحكم عندها 50% ياك خلاو مول 50% خلاو هذوك المحاجر سبعه داروا القرارات بيناتهم دوزوا لواحد اخر واحد السيده واحده اخرى هذيك السيده اللي دوزوا لها ذاك القرار مشينا سيدي بعد ما دوزوا لها القرار 2004 خلاو الحكم والقرار فيه لانطيت المقاطعه سيدي بليوط والكاشي جماعه سيدي بليوط وهما ما عندهمش الصفه باش يديروا القرار مقاطعه سيدي بليوط باختصاص مجلس المدينه وكاين حكم باسم جلاله الملك يرجع الحاله وكاين نزاع في المحكمه ما عندهمش حق باش يديروا القرار من بعد ما داروا هذا القرار هذا جاو حلوا المحل داو السلعه كانت فيه السلعه مسدود بقاضي المحاجر داروا داكشي اللي بغاو هما صحاف حالنا ما كاينش القانون في البلاد داو السلعه داو كلشي كتفاجئوا الناس حلوا المحل جاو للمحل لقاو محلول السلعه مشات مشاو للمحكمه باش يلغيو هذا القرار اللي عطاو نظن كاين الحكم باسم جلاله الملك رجع الحاله مشاو كيلغيو القرار مشاو منين لغاو القرار حتى ل 2000 و 2006 حتى ل 2018 2018 تم التنفيذ ديالو تم التنفيذ اللجنه الاولى والثانيه والثالثه من طرف جامعه الدار البيضاء دعت بالفشل كاين اللوبي ديال العقار سماسيرا كاين المبدعين في الدار البيضاء بزاف كاين المبدع وكاين المبدعين كاين الميف فيه سماسيرا انا كنطلب دابا حاليا المفتشيه العامه وسيد وزير الداخليه ويسمع ليا ونعطيه نعطيه هذا الميف ديال ستوب بازار اللي عانى هذا الشيء 23 سنه من دارس المحاكم يلاه اليوم وخمس سنين هو جالس في التنفيذ كل نهار كيخرجوا كل شهر شهرين كيخرجوا ما كاينش التنفيذ اليوم كنشكروا حنا العمده وسيد الوالي وسيد العامل وقفوا على التنفيذ وقفوا على تنفيذ قرار جماعي وقرار جماعي جابينا على حكم باسم جلاله الملك ومدير في محضر التنفيذ دابا حاليا نفذوا وداو الساروت حنا كنتمناو سيد العمده وسيد الوالي ويعطيو الساروت لهاد الناس اللي عانوا 23 سنه هما اللي عندهم محضر التنفيذ هما اللي لغاو القرار الا كان هاد الناس 23 سنه مشاو لغاو القرارات الطرف شي طرف فيه استفد هادي كنستاهل وحنا مازال عندنا الثقه حنا ما كنفقدوش الامان وانا كنطلب سيد المفتشيه العامه وسيد وزير الداخليه
بغيتهم يسمعوا لي على هذا المفر، عندهم شكايات ستوب بازار، يديروا ستوب بازار خليفي حمد، عندهم شكايات تما وكيصيفطوهم للدار البيضاء كيديروا البحث. فهمتيني؟ الدار البيضاء ما كيجاوبوش، الجماعه ما كتجاوبش، والمقاطعه حتى واحد ما كيجاوب. علاش؟ علاش ما كيجاوبوش؟ الله اعلم. دابا حنا بغينا دوك الشكايات يتحلوا، بغينا هاد المبدعين يسمعوا لينا ونقولوا لهم هاد المشكل اللي عانوا 23 سنه ما مداليز المحاكم. المهم هاد الناس بغاو الجزاء لهاد الناس هادو اللي تعداو عليهم. هذا هو اللي بغيت، وتبارك الله عليكم، وكنشكر سيد وزير الداخليه وسيد الوالي وسيد العامل، وكنشكر السلطات، وكنشكر كنشكر الدائره ديال الامن، الدائره الاولى بوسماره، كنشكر سعاده القائد، وكنشكر سيد كوميسير ديال بوسماره الحمر، كنشكرهم هذا المنبر، وكنشكر السي والشن كان هنا حاضر، وكنشكر ولي الامن ديال الدار البيضاء كنشكرو على الامن اللي وفر لهم لهاد الناس هادو، وكنشكروهم، والله هو اللي غيخلصهم. هذا حكم باسم جلاله الملك ونفذوه، وكيحميو الاحكام باسم جلاله الملك. وعاش سيدنا، والله ينصر سيدنا، والله يخلينا سيدنا، والله يشافيه لينا، وهو اللي حامينا، هو اللي السبب باش ناخذوا هذا الشيء، هذا الحكم. ما كان سيدنا الله ينصرو، راه هاد الناس راه صعب. وانا كنشكر المسؤولين اللي واقفين، ولكن كاينين هذوك هذوك المبدعين ما كيتعرفوش شكون يد الخفيه. ودابا مازال دابا غيديروا لنا مشاكل في الساروت باش نمشيو للمحكمه. دابا كنطلبوا من السيده العمده تفهم هذا الموضوع هذا لهاد الناس القاصرين. كاينه الجنه هنا والحج هنا، وهاد الناس راه عانوا.